معايا بقى الموديل اللي عليا ده، عايزه اقول لكم حلو قوي، لبسته لكم فيه مسترد حبيته قوي، فيه الوان التطريز باينه فيه كده، هو لون تطريز واحد او لونين بالكتير، وشغله جاي يدوب من هنا، وبعد كده كرانيش والتطريز جاي عند الكرانيش، حلو قوي، عامل زي الدريس وليه شداد من الجنب، تقدري ان انت بنات صغيره كمان يلبسوه لو وزنهم اقل، والكم بتاعه استك، وزي ما احنا شايفين كده تطريز من هنا ومن هنا ومفتوحه من فوق، فجميله. الموديل ده قمر قوي، قمر قمر، انا ازاي ما لبستوش، عايزه اقول لكم تحفه يعني، ده كده بصي تخيلي كده في اللبس، حلو قوي قوي ما شاء الله، تتحركي بيه، الموديل حلو ما شاء الله، والوان التطريز عليه ناعمه قوي وجميله، وفي تلبيسه عايزه اقول لكم شياكه، عايزه اقول لكم انا واخده منه، خدت منه ليا ولاختي ولوالدتي ما سبتوش، لان تلبيسه رهيب، حلو قوي، تحسي ان انت لابسه دريس، النص ياقه بتاعته مطرزه كده، وشغله جاي هنا من على الصدر، كمان هنا في شغل معانا من الظهر، يعني اهو ده الوش اهو مع احمد، وهنا الظهر. الموديل قمر قوي ما شاء الله، وفي تلبيسه في منتهى الشياكه، والكم بتاعه كمان تطريز من على الكتف فوق ونازل فانوس على كالوش كده، قمر. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. النهارده زي ما احنا متعودين كل خميس من عند الملواني، فيديو مميز وعروض مميزه وتشكيل زي ما احنا عارفين مميز جدا. خلينا نقول ان احنا في شارع السياحي كرداسه، بتركب المترو وبتيجي كده من فوق الكوبري عند المترو، مترو جامعه القاهره، واي عربيه بتجيبك هنا في اول الشارع. عندنا شحن للقاهره الكبرى ومحافظات، وسايبه لكم الارقام على الشاشه والتواصل مع الملواني، والشحن معانا النهارده من اول 3 قطع، كمل الفيديو معايا للاخر لانه بجد مميز. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصله كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. ويلا نقول بسم الله، هنبدا باول موديل معانا، ده موديل ايه؟ ورد. بصوا يا جماعه الموديل حلو قوي ما شاء الله، ده تطريزه جاي من على جنب كده، بس حاجه كده سيمبل قوي للناس اللي ما بيحبوش شغل كتير في العاديه، وجاي من عند الكتف هنا تطريز، والكم فانوس نازل على مفتوح مش على استك، وبرده تطريز هنا، عايزه اقول لكم حلو قوي ما شاء الله، خامتها قطن بيور ما شاء الله جميله، معانا كمان التطريز بتاعها في الظهر، الناس اللي بيحبوا الحاجه المميزه، طبعا شغل الظهر ده ما بيبقاش موجود في كل الموديلات، بيبقى موجود في موديلات معينه. معانا منها كده اللون الابيض، ومقاساتها 1 و2، واحد هيلبس لغايه 95 واثنين هيلبس معانا لغايه 125. معانا اللون الزهري فيها كمان، عايزه اقول لكم حلوه قوي وتفاصيلها حلوه، وخامتها بارده على الجسم وجميله ما شاء الله. طبعا هي لون تطريز واحد، يعني هي سامبل قوي وعليها تطريز بس على جنب، لون التطريز ممكن يتغير من لون قطعه للتاني، يعني الزهري كان ابيض، هنا الاسود جاي في بيج، حلو قوي ما شاء الله. تمام، احنا قايلين المقاسات 1 و2، واحد هيلبس لغايه 90 واثنين هيلبس لغايه 125. معانا كمان الزيتي فيها، بصوا الزيتي ما شاء الله جميل ازاي، هي ليها هنا زي فستونه كده، عارفين يعني خياطه كده ونازله مفتوحه، مديه شكل برده حلو قوي ما شاء الله. معانا كده الزيتي، عايزه اقول لكم الوانهم كلها حلوه، احنا عندنا تقريبا 12 لون بيتحركوا ما بين الموديلات، كل موديل 8 الوان. معانا كمان اللون المنت فيها، بصوا هنا بقى اللون ده واخد لونين تطريز مش لون واحد، الجزع بتاع الورده هنا لونه اخضر، والورده نفسها لونها ابيض. المنت شياكه، عايزه اقول لكم في اي حاجه المنت شياكه بجد، حلو قوي ما شاء الله، ولونه مريح كده للعين وانت نفسيه. معانا كمان اللون الموف، بصوا الموف فيها قمر برده، تطريزه في البيج ما شاء الله، بصوا حلوه جدا. تمام، وانا شحننا النهارده من اول 3 قطع، النهارده اي قطعه معانا في الفيديو 280 جنيه بس، الشحن معانا من اول 3 قطع. معانا كمان هنا اللون الكشمير بتاعها، بصوا الكشمير حلو قوي، ده درجه الكشمير بتاعته واضحه شويه، حلو قوي، الكم هنا مفتوح كده جميل ما شاء الله، للناس اللي بيحبوا الكم يبقى نازل هنا على مفتوح مش استك، فبيبقى لطيف معاها. اخر لون فيها النهارده اللون الكحلي، الموديل ده اسمه ورد، للناس اللي هتشحن اسمه ورد، طبعا الارقام اسفل الشاشه وانت بتتفرجي دلوقتي، لو عايزه تشحني تعملي سكرين تقولي اسم الموديل براحتك خالص. ده معانا النهارده ب 280. الموديل ده اسمه شهندا، تمام، معانا بصوا ليه كده زي عنكبوت فوق، حلو قوي ما شاء الله، اشكال سداسيه بقى عنكبوت، وليها هنا قصر بتبقى فوق الصدر مش تحت الصدر، فوق الصدر كده، وبتنزل على الكالوش، ومعاها حزام بتلمي بيه، تبقى عامله معاكي زي الدريس. التطريز بتاعها جاي هنا من، يعني بصوا الجزء بتاع التطريز هنا جاي مكمل للكتف، وبعد كده قصر فانوس اللي هو الكم الفانوس ملموم باستك، تمام، ده الفانوس اللي هو ملموم باستك، اللي قبلها الفانوس اللي بيبقى نازل مفتوح. معانا منها اللون المستارده، ولون تطريز واحد على القطع مش الوان كتير، بس مثلا المستردة تطريزه في الكحلي، هنا الموف تطريزه في البيج، عايزه اقول لكم حلو قوي، وتلبسها تبقى عامله زي الدريس، جميله قوي. لو حابه تجيبي كدول حد من العبايات
العبايه اللي هي بتبقى لون تطريز واحد وبحزام، دي بتبقى انسب حاجه ممكن تجيبيها، المقاس مش هيحيرك، كمان الالوان بتبقى محدده، بتبقي انت خلاص يعني حطاها في لون حلو على طول، مش حاطه لها الوان كتير لو هي بتحبش الالوان. بصوا ده كده الابيض، الابيض في العسلي خطير ما شاء الله، يعني الابيض لون جميل، الاسود لون جميل، الموف، الكحلي، المنت قمر، عارفين عندنا الوان كتير جدا، والزيتي جميل جدا برده. فبصراحه الوانهم كلها جميله. بصوا الاسود في العسلي شياكه، تحسيها دريس كده، يعني لو انت بتتصوري صوره تحسيها دريس بجد ما شاء الله. دي معانا النهارده ب 280، المقاسات بتاعتها 1 و2، 1 هيلبس لغايه 95 و2 هيلبس لغايه 125. بصوا الزيتي بتاعها بقى، درجه الزيتي بجد خطيره، بصوا الزيتي ما شاء الله تحفه، حلوه قوي ما شاء الله. 280 معانا، الارقام اسفل الشاشه، التواصل مع الملواني، الشحن معانا النهارده من اول 3 قطع، عملنا لكم الشحن من اول 3 قطع عشان طلبته في التعليقات، فاحنا عملنا لكم شحن على طول اهو. معانا منها كاميرا لون الكحلي، بص الكحلي بتاعها قمر ما شاء الله، طبعا ليها دول كده حلوين قوي، والحزام معاكي جميله، هتلبس معانا من اول كام؟ تقريبا من اول 70 كيلو. طبعا انت لو محتاجه اقل من كده بتلميها من الجناب، فانت معاكي الموديلات ما شاء الله تلبس معاكي اوزان حلوه، بتلبس لغايه 125. معانا كمان الكشمير، بصوا الكشمير بتاعها حلو قوي في الكحلي، بسم الله ما شاء الله. ارقامنا اسفل الشاشه، الموديل اسمه شاهندا، للي هيطلب بالاسماء الموديل اسمه شاهندا، مقاسات 1 و2، 1 هيلبس لغايه 95 و2 لغايه 125، والارقام اسفل الشاشه للتواصل مع الملواني. تمام، معانا كمان دل عليا مش كده؟ معايا بقى الموديل عليا ده، عايزه اقول لكم حلو قوي، لبست لكم فيه مسترد حبيته قوي، فيه الوان التطريز باينه فيه كده، هو لون تطريز واحد او لونين بالكتير، وشغله جاي دوب من هنا، وبعد كده كرانيش والتطريز جاي عند الكرانيش، حلو قوي، عامل زي الدرس، وليه شداد من الجنب، تقدري ان انت بنات صغيره كمان يلبسوه لو وزنهم اقل، والكم بتاعه استك، وزي ما احنا شايفين كده تطريز من هنا ومن هنا، ومفتوحه من فوق فجميله. انا معايا المسترده، ومعانا كمان منها اللون الزيتي، بصوا يا جماعه ده زيتي فاتح، ده مقاس 2، بصوا المقاس عامل ازاي، حلو قوي، احنا عندنا درجتين زيتي يا احمد ما شاء الله. طيب ده كده الزيتي الفاتح بتاعها، حلو قوي، الكم اهو استك، شايفين التفاصيل بتاعتها، بجد حاجه محترمه جدا. درجتين للبيج على القطع، مش حاطين الوان مش ماشيه مع بعضها، لا ماتشنج الالوان مع بعض، لطيف. معانا كمان اللون الابيض فيها، بصوا الابيض تطريزه بيج في كحلي بجد خطير، تحسوا ان القطعه بتتكلم، جميله ما شاء الله، حلو قوي. مقاس 1 هيلبس معانا لغايه 95، هي ليها كسر كده وليها حاجات فهتلبس مقاسات حلوه، ومقاس 2 هيلبس لغايه 125، حلو قوي ما شاء الله. ده مقاس 1، بصوا ده النبيتي فيها جميل قوي ما شاء الله، درجتين البيج على اي لون بيليق، يعني النبيتي حلو قوي فيها، والابيض برده جميل، والمنت بقى ما شاء الله زي الدرس يا جماعه، المنت ده بياع بجد، لونه خطير ما يقعدش، حلو قوي. بصوا المنت، بصوا عامل ازاي ما شاء الله، شايفين جميله جميله درجات التطريز، والتطريز من تحت والقطع، بصوا القطعه من لغايه تحت تطريزها عامل ازاي، بجد حلو قوي ما شاء الله. كمها استك، حلوه معاكي لو انت هتقابلي حد، لو انت بنوتك صغيره وبتلبس، هي تلبس معانا تقريبا من اول 50 كيلو، لان هي ليها الشداد اللي من الجنب ده، فمقاس 1 هيلم عليها لغايه ما انت عايزه، وكل ما الكسر تكون اكتر كل ما هيبقى الموديل احلى. طيب معانا كمان الكحلي هنا، بصوا الكحلي تطريزه شياكه ما شاء الله. تمام، احنا شفنا الزيتي اللي فات تطريزه كان في البيج، معانا هنا درجه الزيتي الغامقه، التطريز فيها في الاحمر، طبعا لو بنوته صغيره كمان اللون ده هيبقى قمر عليها، شايفين بجد حلو قوي ما شاء الله، لون واضح كده حلو، تحس ان نورتي، انت مش محتاجه حاجه عشان تنوري، بس ده هينور اكتر، جميله قوي. معايا كمان فيها اللون الاسود، بصوا الاسود عامل ازاي، دريس تلبسيها دريس، تحطي بقى شنطتك، طرحتك، تخرجي، كوتشي، حياتك كده، انت لبستي دريس ونزلتي على طول، شياكه وقمر. ومعانا النهارده ب 280، وقلنا المقاسات معانا 1 و2، 1 هيلبس لغايه 90 و2 هيلبس لغايه 125. نيجي بقى للموديل القمر الحلو قوي بزياده، عايزه اقول لكم جميل جدا، الموديل ده اسمه ريتال، ده ليه شكل سداسي كده من قدام، والنص ياقه بتاعته ساده مش مطرزه، الكم بتاعه هنا استك، وليه برده نفس الشكل السداسي اللي موجود على الكم، موجود هنا على الصدر، موجود هنا كمان في الكم، باقي القطعه ساده نازله على دبل كلوش، ونشوف بقى الظهر بتاعها، بص الظهر كمان
الرسمه اللي موجوده في الوش موجوده في الظهر، لا سحر ولا شعوذه. بصوا مش سايب لكم مساحه ان انتوا تفكروا، كل اللي انتوا عايزينه بنجيبه لغايه عندكم. بجد الموديل ده قمر قوي، وفي اللبس بجد في منتهى الشياكه. معانا منه اللون المستردة، معانا منه كمان اللون الكحلي. ده مقاساته 1 و2، واحد هيلبس معانا لغايه 95 و2 هيلبس لغايه 125. عايزه اقول لكم تحفه، وخامتها قطن على فكره ما شاء الله، برد على الجسم حلو قوي ما شاء الله، ما بتبعدش معاكي، وحاجه بجد محترمه. عايزه تهدي بيها هذه وانت مطمنه. درجات التطريز عامله ازاي؟ جميلة قوي ما شاء الله، حلوة جدا. دي درجتين للبيج كده حلوة جدا عليها ما شاء الله. بصوا واخدة من اول الياقة فوق، حاجة محترمة جدا جميلة. تعتبريها زي دراس كمان. هي لما نفرد دي دلوقتي هنشوفها ليها فستونة كده من هنا، اللي هي الحتة اللي بقول لكم خياطة كده بتنزل على حتة كالوش. معانا النبيتي، هي زي اللي بقول عليها. بصوا حتة خياطة كده نازلة حلوة جدا. دي برضو تديكي كده وسع في الحركة، ما تبقاش كده مكتفاكي، بتبقى حلوة قوي. طيب معانا النبيتي، معانا كمان الموف، والموف مش موجود في موديلات كتير، واللون ده فيه جاذبية خطيرة، حلوة قوي 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 الموف ده. وكمان الدرجة دي جديدة معانا، جميلة جميلة ما شاء الله. الموف شياكة، المنت شياكة، الزيتي قمر، الأبيض تحفة. مش عارفة أقول على لون بجد اقل من التاني، الالوان كلها حلوه. بصوا كمان الاسود ملك الالوان ما شاء الله، شايفين بجد تحفه. التطريز الفتله مفيش حاجه منتشه، حاجه محترمه جدا، شغل ما شاء الله يحترم جدا. طبعا انت بتاخدي قطعه من عند الملواني براند، انت بتاخدي حته في بلادك، حاجه محترمه جدا، يعني تلبسيها السنه اللي جايه واللي وراها واللي وراها، بجد تحفه. الله ده ايه؟ بترولي؟ بترولي. درجته برده جديده وحلوه ما شاء الله. لون التطريز عليه بجد محترم جدا. دي معانا النهارده ب 280، والشحن معانا من اول 3 قطع، والارقام موجوده اسفل الشاشه دلوقتي وانت بتتفرجي على الفيديو. معانا ده اسمه ايه؟ بس الموديل ده قمر قوي. ليه هنا شغل كده من هنا وهنا، وليه زي عقد كده وهنا برده. لا بصوا ليه تفاصيل حلوه، وليه كمان هنا نص ياقه ونص ياقه بتاعه مطرز، وليه تطريز هنا من على اول الكتف ونازل على راحته زي اسوره كده، ليه هنا زي اسوره مقفوله. تمام. دبل كلوش، خامه محترمه جدا. ده معانا منه كده اللون النبيتي، اسمه لميا او لمياء زي ما تحبوا يعني. ومعانا كمان اللون الكحلي، بس الكحلي بالوان التطريز ده واخد لونين تطريز مش الوان كتير، وبرده اللونين مختلفين، يعني المستردة والبيج على القطعه الكحلي، حلو قوي. هنا برده مستردة وبيج على القطعه الزيتي، فبتحسي بجد حاجه مختلفه جميله. عايزه اقول لكم في تلبيسها قمر، والموديل ده اتسالت عليه كتير على فكره، لانه بجد في تلبيسه عارفين عاملين كده ونص ياقه وهنا محترم. بصوا بقى الكشمير فيه، الوان التطريز على الكشمير ولا كلمه، تحفه، حلوه قوي ما شاء الله، جميله جدا زي ما احنا شايفين كده. بصوا عامله ازاي ما شاء الله، والنص ياقه والفتحه اللي هنا كده، حاجه محترمه بسم الله ما شاء الله. وشغل التطريز وشغل الكم جميل جدا. تمام بسم الله ما شاء الله. طيب معانا ايه تاني؟ الموف هنا عاملينه بحاجه مميزه، حاطين درجه تطريز عليه اورانج وتطريز بيج، عارفين كده ماتشنج الوان مع بعض وحلو قوي بسم الله ما شاء الله. كده معانا منها الموف، قلنا مقاساتنا 1 و2، واحد هيلبس لغايه 95 و2 هيلبس لغايه 125. معانا كمان الله البترولي، حلو قوي. انا عاجبني درجه البترولي الجديده المنوره، حلوه مع الوان التطريز كمان، تحس ان هي في حته ثانيه، حلوه قوي بسم الله ما شاء الله. طب ده الزهري؟ الزهري اه. بصوا الزهري ما شاء الله، الموديل ده قمر قوي، قمر قمر. انا ازاي ما لبستوش؟ عايزه اقول لكم تحفه، يعني ده كده بصي تخيلي كده في اللبس، حلو قوي قوي ما شاء الله، تتحركي بيه، الموديل حلو ما شاء الله، والوان التطريز عليه ناعمه قوي وجميله، وفي تلبيسه عايزه اقول لكم شياكه. طيب معانا كده الموديل ده معانا ب 280، كل الموديلات معانا 280، سواء جايه او عدت او فاتت يعني، فهتلاقوا كل الموديلات 280، والشحن معانا من اول 3 قطع، والارقام اسفل الشاشه للتواصل مع الملاوي. الموديل القمر اللي بصوا الحجز، الموديل اللي احنا بالحجز، بس برضو اطلبوه وانتم مطمنين يعني، ما تقلقوش احنا بنصنعه على طول، لانه موديل ما شاء الله قمر حلو قوي. بياع عايزه اقول لكم، انا واخده منه، خدت منه ليا كل اختي كل والدتي، ما سبتوش، ان تلبيسه رهيب، حلو قوي، تحس ان انت لابسه درس. النص ياقه بتاعته مطرزه كده، وشغله جاي هنا من على الصدر، كمان هنا في شغل معانا من الظهر، يعني اهو ده الوش اهو مع احمد، وهنا الظهر. الموديل قمر قوي ما شاء الله، وفي تلبيسه في منتهى الشياكه، والكم بتاعه كمان تطريز من على الكتف فوق ونازل فانوس على كالوش كده، قمر بجد حلو. الابيض بتاعه تطريزه في البيج، والاسود تطريزه في البيج برده. طبعا الخامات كلها قطن بيور، عايزه اقول لكم جميله، ولا بتبهت ولا اي حاجه، وبرد على الجسم وحلوه، وموديلات كتير زي ما احنا شايفين كده، و280 معانا. معانا درجه الزيتي كمان، تطريز وش وظهر، الكم فانوس، التطريز
اعلى الكتف هنا زي الصدر بالظبط، وهنا تطريز خفيف قوي على طرف الكم، ونص ياقه ونص ياقه بتاعها مطرز. حلوه جدا ما شاء الله، وقطعه قمر وشياكه في النفس. تقدري تخرجي بيها وتتحركي بيها لو في بيت عيله، تقدري تتحركي فيها. هي شياكه الهند قمر. بصوا يا جماعه البنت قمر، معلش يا احمد ورانا من الظهر. بصوا بقى ما شاء الله تطريزها من الظهر هنا، وطبعا الخياطه بتبقى ورا وقدام، والحزام ولمي، وانت لابسه دريس، والتطريز بتاع الكتف كمان ورا وقدام. قطعه محترمه حلوه قوي ما شاء الله. عايز اقول لك لازم تكون في دولابك، لان هي قطعه مميزه ومش هتتكرر كتير. وزي ما قلنا الموديل ده معانا بالحجز، حلو في تلبيسه وشيك وهادي، بيبقى زي ما انت بتحبي، هيعجب اي حد. عايز اقول لك معانا كمان منه اللون الكحلي، احنا عاملين منه كمان الوان جديده المره دي. معانا منه اللون الكحلي، او درجات الالوان هي اللي جديده. بصوا الكحلي بتاعها عامل ازاي، بجد حلو قوي ما شاء الله، والتطريز والخامه والفينش وكل حاجه ما شاء الله محترمه جدا. معانا كمان منها اللون الايه، كشمير. هنا الكشمير درجه التطريز على اللون الفاتح، تحسي الموديل مختلف. بصوا بجد حلو قوي، يعني تقدري تجيبي قطعتين من نفس الموديل، تحسي ان انت غيرتي البنت فيها، حلو قوي. والكشمير جميل جدا، والزيتي قمر، والزهري كمان جامد جدا. ودي معانا النهارده ب 280، والشحن معانا من اول 3 قطع، وسايبه لكم الارقام اسفل الشاشه للتواصل مع الملواني. وقلنا عندنا شحن القاهره الكبرى المحافظات، ومعانا كمان اخر لون فيها اللون الموف. شايفين اللون عامل ازاي، حاجه محترمه جدا. طبعا كل الموديل ده كله بحزام، تقدري تلميه زي الدريس لو بنوته صغيره، برده هيبقى مناسب معاها، لان هو يناسب الاوزان كمان القليله عشان الحزام اللي فيه. الموديل ده قمر قوي، ده ليه استكين كده من الجنب، بيبقى عامل زي الدريس في اللبس، بيتظبط، مش بتحتاجي ان انت تضيقيه خالص. شغل جاي من قدام كده لغايه تحت، ومن الجناب في شغل من الجناب، وكمان من الظهر لما العبايه تمشي كده من الظهر بتلاقي برده في شغل معاكي. معانا لون الايه كمان، كنزي. الموديل ده اسمه كنزي، تمام. بصوا الكم بتاعه كم فانوس، حلو قوي ما شاء الله. كم فانوس صح، كم فانوس ملموم باستك، فما شاء الله حلوه جدا. تعالوا بقى نشوفها من الظهر. بصي تبقي ماشيه التطريز كده باين من الجناب ورا ما شاء الله. طبعا الوان التطريز بتختلف من موديل لموديل، يعني الكحلي كان اهو على بيج، المستردة على زيتي وبيج، فما شاء الله تلاقي الالوان كده ماتشنج مع بعضها خطير، حلو قوي. مش مكترين في الوان التطريز، بس عاملين لك قطعه مميزه. هنا الاسود التطريز فيه بالاصفر والاحمر، برده حلو قوي ما شاء الله. مقاساتها 1 و2، واحد هيلبس معانا لغايه 90، واثنين هيلبس معانا لغايه 120. عامله زي الدريس، الاستكين اللي في الجنب دول بيلموها يظبطوها من هنا، فمبتحتاجيش ان انت تجيبي مقاس كبير، او ان انت توديها لحد مقاس صغير يربي، او ان انت توديها لحد يضيقها لك. بصوا الكشمير بتاعها قمر ازاي، جميله ما شاء الله. الارقام اسفل الشاشه، الشحن معانا من اول 3 قطع، وب 280 جنيه معانا. بصوا الموف بتاعها ما شاء الله، تمام ما شاء الله. اي موديل يعجبك قولي اسم الموديل، او اعملي سكرين وابعتي على الواتس، الارقام قدامك ابعتي عليهم على طول، وهم بيردوا عليكم بالترتيب، يعني لو اتاخروا عليكي شويه ما تقلقيش هم هيردوا. معانا كمان اللون الزيتي فيها حلو قوي، بصوا عامل ازاي. دريس يا جماعه انت لابساها بجد دريس، يعني الموديلات دي قمر، الناس بتخرج بيها دلوقتي في الحر القوي ده، بيلبسوها ويحطوا طرحتهم وينزلوا، بجد حلو قوي، وبتبقى حلوه على الجسم كده. طيب اخر لون فيها اللون النبيتي، قلنا اكبر مقاس فيها مقاس 2، بيلبس معانا لغايه 120، تمام. الموديل ده اسمه مروه، بصوا حلو قوي ما شاء الله، ليه شداد من الجنب هنا، وليه شغل من على الصدر، وادوار تطريز برده بيبقى عامل معاكي زي الدريس كده، والكم بتاعه استك، حاجه جميله جدا بجد، وفي تلبيسه في منتهى الشياكه. حاجات الادوار دي بتحسيها زي الدريس كده، جميل ما شاء الله. بصوا عامل ازاي الابيض فيها، خطير. مقاساته 1 و2، واحد هيلبس لغايه 95، واثنين هيلبس لغايه 125، تمام. معانا الوان ايه تاني، معانا كمان النبيسي. بصوا النبيسي فيها قمر ازاي، حلو قوي ما شاء الله، تمام. عايزه اقول لكم كل دي الوان في الموديل، الموديل تقريبا 8 الوان، وعندنا 12 لون بيتحركوا، يعني في 4 الوان بيتحركوا ما بين الموديلات، زي الموف مثلا، زي المنت، مش بتلاقوه متكرر في كل الالوان، زي الاسود. البترولي برده، ده بترولي موجود معانا هنا، بس البترولي بتاعها قمر ازاي، حلو قوي. دي ليها شداد، هتلبس معانا من اول 50 كيلو، يعني المقاسات الصغيره هتجيبي مقاس واحد وتشديه تظبطيه عليها، هيبقى مكشكش، يبقى مظبوط جدا عليها. دي معانا النهارده ب 280، زي ما احنا شايفين الالوان كتير ما شاء الله في كل موديل. معانا كمان اللون الاسود، بصوا الاسود ما شاء الله جميل ازاي، حلو قوي ما شاء الله، تمام.
بص قولوا له المسترد فيها قمر ازاي. عايزه اقول لكم المسترد في الوان التطريز دي مع الحاجات الادوار بتحسي ان هو حاجه حلوه بجد، حلوه قوي، بينور جدا ما شاء الله. طيب معانا كمان اللون الموف ومعانا اللون الكحلي، الوان الموديلات كتير وخامتهم ما شاء الله محترمه، وكمان الموديلات حلوه النهارده قوي. بص اللون الموف كمان ما شاء الله تحفه، حلوه جدا ما شاء الله. طبعا الحاجات دي الشحن فيها من اول 3 قطع، الموديل اللي يعجبك اعملي سكرين او ابعتي باسمه واطلبي على رقم اللي موجود قدامك على الشاشه. النهارده الموديلات معانا اسعارها 280. اخر لون فيها اللون الكحلي ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده حلو قوي. الموديل ده يا جماعه ليه شداد من الجنب بيلم عليكي، مقاساته 1 و2، واحد هيلبس لغايه 90 و2 هيلبس لغايه 125. عرضنا لكم موديلات مميزه، الشحن معانا قلنا من اول 3 قطع عشان ما نزعلش حد، والموديلات زي ما احنا شفناها كتير ما شاء الله. تسلم يا احمد، شكرا، وبجد الفيديو كان مميز وانا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.